وأنا أقول لكم واسمحوا لي على الكلام هذا، لأن الكلام هذا أوجهه لنفسي قبل ما نوجهه لكم. ليكم إنسان يعيش بلا ذكر الله، بلا حلقات، بلا دروس، إنسان ميت ولو كان حيا نشوفه يمشي. ما تقدرش، لازم تتغذى. أنت لو كل ما تاكلش وتشرب دركا تموت. القلب بتاعك ماهوش ياكل ويشرب، ماهوش ياكل يتمتلئ بطوننا برك هذا مكان. إخواني الكرام، شوف الدروس ما تغيبش، كاين الانترنت، كاين المساجد الحمد لله، كاين، روح ابحث على الدروس، تشوف درس من الامام قام لك هل اقعد. لو يكفي انه يقول صلى الله عليه وسلم، تعودها موراه صلى الله عليه وسلم، القلب يرتاح شويه، القلب او اقل شيء يذكر الله. يا اخي احنا رانا قلوبنا تعفنت، قلوبنا ولات سوداء، نسال الله العافيه والسلامه. ولا الانسان، والله انا نتكلم على نفسي، انا والله احيانا الانسان يشعر بوحد الضعف تاع الايمان حتى يولي يطلع على باب الكفر يعود يولي، من كثرة المجتمع ونحن نعيش ربي يهدينا ويصلحنا. لذلك القلوب تصدع، يصيبها الصديد هذاك، تولي مصدع، والقلوب تفشل، والقلوب تمل، والقلوب تضعف، والقلوب تتعفن من المعاصي والسيئات. وجل صداها هو ذكر الله. إذا كان الإنسان يجلس في مثل هذه المجالس ينفض الغبار عن قلبه أول حاجة. ولذلك الآن سلك نفسك وانقض حالك، ما تبقاش تستنى.